دعا وزير خارجية سامح شكري إلى ضرورة تضافر التحركات العربية والأوروبية للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة تحمل إسرائيل المسؤولية القانونية عن الأوضاع الإنسانية في القطاع. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في اجتماع مشترك لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية، وذلك للتباحث حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وأكد شكري خلال كلمته أن إسرائيل مستمرة منذ بدء الأزمة في الإمعان في تنفيذ سياساتها الممنهجة باستهداف المدنيين وإحكام الحصار وتجويع الفلسطينيين في غزة.